العالم الهالك، من هو العالم الهالك؟ ما هو العالم الهالك؟ ما هي حقيقة العالم الهالك؟ ما هي ماهية العالم الهالك؟ العالم الهالك هو العالم التارك للعلم، العالم الهالك تارك للعلم، محب للدنيا، متهم على الدين، يتأذى أهل النار من ريحه. اللهم أجرنا من النار، اللهم وفقنا وسددنا واجعلنا من العلماء العاملين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، فهذا هالك. وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، فكيف يطلب منا ويراد منا أن نترك العلم بعد أن تفضل الله علينا وأنعم الله علينا بالعلم، بعد أن تفضل الله علينا بالعلم وأنعم علينا بالعلم وسددنا بالعلم، هل نترك العلم؟ هل نختار أن نكون من الهالكين؟ هل نختار الجهل وطريق التجهيل؟ لا يمكن هذا، لا يمكن للعاقل أن يختار هذا الطريق، طريق الشر، طريق الضلالة، طريق الجهل، طريق النار، يستحيل هذا. إذن نختار طريق النجاة، طريق الآخرة، طريق المعرفة، طريق العلم، طريق النصح، طريق الأمر والنهي، طريق الدين، طريق أهل البيت سلام الله عليهم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. وأن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. قال الإمام السجاد عليه السلام: إن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا. لاحظ، نتحدث عن العالم الذي لم يعمل بعلمه، ليس عن الجاهل الذي لا يملك العلم. الآن إذا يوجد عالم لم يعمل بعلمه، والعلم نسبي، فكل من يمتلك العلم يجب أن يعمل به، وانتهى الأمر والقضية واضحة. إذن قال الإمام السجاد: أن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا. لاحظ، يعني لم يعمل بالعلم فهو كافر، وما دام لم يعمل بالعلم فيزداد كفرا. لم يزدد صاحبه إلا كفرا، ولم يزدد من الله إلا بعدا. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. إذن هذا هو قول الإمام الصادق عليه السلام، نلتفت إليه، يقول: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم. لماذا يتهم هذا؟ يعني لا تأمنوا هذا على دينكم، لا تأخذوا من هذا الدين، لا تأخذوا من هذا الفقه، لا تأخذوا من هذا الفتوى. لماذا؟ يقول: لأن هذا المحب لشيء يحاول أن يحافظ على هذا الشيء، يحتاط لهذا الشيء، يسور هذا الشيء، يحصن هذا الشيء، وهذا محب للدنيا فيحافظ على الدنيا، يتمسك بالدنيا، يجمع الأرصدة، يزداد في الجهل والتجهيل والاستخفاف والاستعباد والسيطرة وسرقة الأموال وتكفير الأرصدة. طبعا بالتأكيد يفعل هذا. عندما تمرض يرسلك إلى طريق الشعوذة والسحر والقبور، والقبور الوهمية والقبور الفارغة والمشاهد الوهمية. وعندما يمرض هو يذهب ويركب الطائرة ويذهب إلى هذا البلد أو ذاك البلد، أو يؤتى إليه بأفضل المختصين. هذا هو العالم المحب للدنيا. إذن قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. المهندس الصرخي الحسني.